أيادي نساء جزائريات أثبتت أنه بأقل الإمكانيات تصنع روائع تعكس تقاليد 48 ولاية من نسيج وأوان نحاسية وغيرها من الإبداعات. برهنت خلالها المرأة الريفية أن البصمة المحلية الأصيلة هي العلامة المميزة. La spécialité تاعي هي la décoration traditionnelle. C'est des objets décoratifs à base d'une plante qui يسموها الرافية ولا طوال الجود الخشب. حنايا المنتوج نتاعنا هو صناعة الزرابي. الزرابي المعروفة بفاتيس، فاتيس تاع تيميمون. كذلك الزرابي نتاع المنطقة نتاعنا نسجو نسيج تقليدي ونبيعو. الصالون الوطني للنشاط المصغر يعرف مشاركة أزيد من 100 امرأة، فهو فرصة للتعريف بالمنتوج التقليدي وما يعرفه من محاولات لتدعيمه. دعم تاع الدولة مع لونجام، دونك أنا ديت جوست 4 ملايين، ما ديتش نصوم كبيرة باش نبدا بها البروجي ديالي. لوسونسيال دعم صغير باش يبدا الإنسان بيه، ماشي هو بلي يجي نصوم كبيرة، باسكو باش نروح ندير كريدي كبير وما نقدرش نرجعو من بعد شوية. أنا ديت 4 ملايين تكفيني باش نشري المواد الأولية ونمنسج نسجو في النسيج التقليدي. ما تكفيش باش نطور العمل تاعي، سيبو باين شويه برك، مهم تعاون شي حاجه خير ما كانش. الوكاله الوطنيه لتسيير القرض المصغر أونجام الفاعل رقم واحد في عمليه تدعيم هذه النشاطات، فمنذ 2005 استفادت حوالي 520 الف امراه من دعم مالي، منها اكثر من 168 الف امراه ريفيه مستفيده. فكيف ترافق أونجام تطور النشاط المصغر أو الصعوبات التي قد تواجهها هذه الأيادي المحلية؟ هناك ناس ils rencontrent des problèmes de temps en temps. On essaye de les accompagner, de les former, de les suivre et de différer les périodes de remboursement jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise pour rembourser. الصالون الوطني للنشاط المصغر وعلى مدار 3 أيام يعتبر فضاء مناسبا للتعريف بالمنتوج المحلي وتطويره كما ونوعا.